كتاب مبين. تحت ظلال الشجر الذي تخبو خلف أغصانه أشعة الشمس كنا نطلب العلم. كان التعليم في خطواته الأولى في السلطنة ينحصر على تعلم قراءة القرآن الكريم والتعرف على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعمل على تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب والطالبات. جاءت التوجيهات السامية منذ بداية تولي جلالته لمقاليد الحكم تحث على طلب العلم والتخلص من إرث التخلف والعزلة والسعي الدؤوب نحو التحصيل العلمي لدرء تقلبات الجهل التي تعاني منه بعض المجتمعات مع تقدم سنوات عمرها. أصبحت مؤسسات التعليم رافداً للقطاعات الحكومية والخاصة بالمؤهلات العلمية الموائمة لسوق العمل، لذلك جاءت استراتيجيات التعليم لتتماشى مع معطيات العصر الحديث ولتجذر مفهوم التنمية المعرفية في حقول التعليم في السلطنة. ويعد التعليم هو الشريان الذي يمد المجتمع بالعلم ويغرس ثقافة البناء والعطاء، وهو الأداة التي تسمح للدول باللحاق بركب التطور ومواجهة المتغيرات التي تطل علينا كل صباح. تتسارع وتيرة الحياة فتعصف بكل النظم والاستراتيجيات وتخلق فجوة بين المجتمعات المتقدمة والمتخلفة عن الركب، فيأتي التعليم ليأخذ بيدها نحو الغد المشرق. فالتعليم اليوم لا يقتصر على اكتناز المعرفة، بل يتخطى ذلك ليصبح منظومة متكاملة تغرس القيم وترسخ المبادئ لتثمر فكرا وحضارة. سيظل التعليم معيار نهضة الأمم وتقدمها، وبه نزرع الفكر في العقول ونوقد في القلوب حب المعرفة، فأجيال اليوم بالعلم تحيا.